بالأعلى وبالأدنى. نجي هنا 1 أس 4 على 4 ناقص 1 تكعيب زائدا 1 تربيع ناقص، هذا كله قوس بحده. هنا راح يصير عند 0 أس 4 على 4 ناقص 0. طبعا هاي الخطوة روتين، هو 0 كل شيء ما له اي قيمة، ناقص 0 تربيع وسد القوس. هذاك جهة الصفر انتهت قسطه معي انا بيه. نجي هنا راح يبقى لي 1 على 4، طبعا هاي اي الاولى، ناقص 1 زائد 1. التكعيب ما يلغي الاشارة السالبة، وحتى لو هاي تكعبه واشارة سالبة، حتى لو الزوجها ما يلغيها لان هاي برا القوس. فالواحد والواحد راح تبقى هنا المساحة 1 على 4، هاي المساحة الاولى. تمام، هسه انا خلصت المساحة الاولى. نرجع للمساحة الثانية. المساحة الثانية باعولة طلاب من 1 لـ2 تكاملها. المساحة الثانية اللي هي الفترة الثانية، المساحة الثانية راح تساوي لنا تكامل من 1 لـ2، ونفس الدالة هي تنزلها، نفس الدالة السؤال، هاي نفس دالة السؤال نفسها راح تنزلها هنا. فاكس تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 2x بالنسبة للدي اكس. خلي شوي نقل للسؤال لك بدقة على مود لا تخطئ بشي ويضيع عليك الحل كله. فهنا ايش راح يصير؟ هنا أنا نقدر نقول اكس اس 4 على 4 ناقص اكس تكعيب على 3، والثلاثة اختصرت ويا هاي الثلاثة مثل ما وضحت. هنا اكس تربيع على 2، والثنين اختصرت ويا هاي الثنين، الفترة من 2 لـ1، هاي المساحة الثانية. تمام؟